يدمون اللوبيا، يدمون اللوبيا. بليد هذا يهود قرر ولادهم، هذا يدمون اللوبيا ما يعرفش يتكلم فرنسوية، ما يتكلم إلا بالعربية، العربية فقط. وقرر وليده اللي وصل نجعله خدا، نجعله إجازة في الترجمة بالعربية من فرنسوية، وقرر الموسيقى، قرر السولفيج وما أشبه ذلك. وهذا إنسان كما والده يحب الموسيقى، جاءوا قريب للجنب للجنب مع قهوة ملكوف، مقهى ملكوف، الجنب للجنب ويحضروا ويسمع الموسيقى. ابنه الناس اللي كانت تحضر وتسمع سفنجة كانوا يقولوا يخدم بالدوس. هذه كلمة يخدم بالدوس، كلمة يخدم بالدوس يعني ساعة على ساعة، بينما المغني يكون يقوم الإنسان ليدو بالطار، يجوز بالطار ديالو على الناس المتفرجين، المتفرجين كل واحد يعطي الدوس صور دي. سنين وش بادل. وليد مخلوج لوبيا كل ما يروح لعند سفنجة يخلي قد ما خلت الناس كل درهم، يعني بأضعاف من جعل السور ذي هذاك، ولا ربما يحط 20، يحط 20. حينئذ كان يفرع بسفنجة الله يرحمه ويقدره خاطر يحب الموسيقى ويطلب الحاجات اللي ليست معروفة من جعل مجهولة، واش تحب نغني منك اليوم، واش ما شبه ذلك، يغني له واش يحب على حسب الطلبات تاعو. يعني حتى وصل، خاطر وصل هو الاول اللي كما قال بالسياسه ديالو، وصل نتاعو هو الاول اللي وصل قدر سجل محمد سفنجة. محمد سفنجة الوقت اللي سجل، سجل على يد هذا ادمغي فيه، وخذا من عنده الموسيقى، كان يكتبها، كان يكتبها بالسولفيج ذاك الوقت. كان معاه كذلك نتاعو كان كاتب فرنسوي يقول له جول رواني. جول رواني، جول رواني هذا كتب، هو اللي كتب قاموس الموسيقى، قاموس الموسيقى. قاموس الموسيقى هذا موجود، موجود في دار الخزانة نتاع الحبيقون، تقدر توجدوه وما شبه ذلك. في خمس أجزاء كتبوه مع فرنساوي، إلا ما هو استكلف بالجهة مسألة العربية، وذكر فيها أنغام تاع الشرق كلها، وكيفية كما قال غناهم، وكيفية عزفهم وما شبه ذلك، بتدقيق عجيب عجيب. هذا كله من جعل بفلوس والدو، بفلوس والدو. هذا بفلوس والدو في ذاك الوقت، ولربما الناس الجزائريين كانوا ينتقدوا عليه في سبب اللي قال هذا الموسيقى هذه بخوف الضياع نسجلها في جمعية الحقوق. إنما في جمعية الحقوق، ما جمعية الحقوق كان صعيب الإنسان اللي يدخل في جمعية الحقوق الموسيقى اللي ما يشليه، حين يسحق له كما قال البيان باش يقدر يأكد بلي الموسيقى هذيك ليه، مما هي ما يشليه، يعرفها موسيقى أندلسية كتب فيها بالفرنسوية يقولوا أرانجور. أرانجور كأنه إنسان منظم، ولا يعني يعدل، يعدل. معدل. 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 معدل معدل معدل. حينئذ في مسألة الحقوق عوض اللي مثلا الإنسان يأخذ 100 فرنك على الأغنية، المعدل يأخذ فرنك.